بنسى إشي اسمه كيماوي. إذا أنا بفوت على جنين بنسى كل هاي الشغلات. أنا فتت بإحباط، فتت بدكاؤون، فتت بحالة نفسية بالفترة اللي أنا ما أجيتش فيها على جنين. بتأسف على هاي الأيامات، كانت وضع الصحي كان كثير صعب. كنت أتمنى لو 5 دقايق أوصل على جنين عشان أرجع نفسيتي وقوتي وشجاعتي وقدرنا أكون بني آدم صامد للمرض. أبو إبراهيم أكبر معاملك يا أبو سعد. أهلا وسهلا. واحد بيشوف هاي الوجوه حتى إن شاء الله نقول للناس ونقول للجميع ونقول لكل الناس اللي عم تسمعنا إنه إحنا أجينا نأول اقتصاد في جنين، لأنه جنين بحاجة بهاي الأيام العصيبة لهاي الزوار الطيبين. منين جيتوا؟ منين سكنتوا؟ من إجبار. هي مسافة لا بأس، بس هذا الحكي رغم المسافة بدل إنكم بتحبوا جنين، وجنين بتحبكم صراحة. وغير العلاقات الاجتماعية اللي بتربطنا في أهلنا من الداخل، برضو الاقتصاد بهمنا في جنين. إحنا هاي الرسالة بدنا تنتقل لأهلنا في الداخل إنه جنين بخير. جنين ما فيها اي شيء، جنين بترحب فيكم. اهلا وسهلا فيكم، بتامل انه الرساله توصل واعداد الناس اللي من اهلنا من الداخل يجوا باستمرار في كل ايام الاسبوع زائد يوم السبت لجنين. اهلا وسهلا فيكم كمان مره.